إلى توظيف مساقه الأخلاقي ضمن سياقه العمومي. نشاط مربح في إطار خاص مهني كامل في هذا القانون. إحنا اليوم ودنا تحسيس أيضا للمؤسسين القطاع حتى يعني توجهات اليوم الحكومة إعادة دفع عجلة الاقتصاد الوطني ما نعطلوش صوالح الناس، تعطيل مصالح الناس أيضا تعتبر فساد. هذا اليوم التحسيسي من خلاله تعمل الهيئة لمرافقة القطاع البريد والمواصلات، وتستعد الهيئة كذلك لمرافقة القطاعات الأخرى لإيجاد الآليات والحلول العملية لتفادي حالات تضارب المصالح وحالات التنافي، على أساس إنشاء بنك معلومات للوظائف العمومية التي من خلالها يمكن يعني رصد هذه الحالات التنافي ورصد حالات تضارب المصالح، وبالخصوص نعمل على الجانب الوقائي أكثر.